السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء، إليكم وضعية متواضعة تتحدث عن أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع، أتمنى أنها تنال إعجابكم، وقبل ما نقرأ لكم الفقرة لا تنسوا الإشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا أيضا الإشتراك في قناة الإحتياطية تمريناتكم، وهذا لمساعدتكم فقط. فضلا وليس أمرا، الفقرة على شكل وضعية إدماجية متواضعة، أتمنى أنها تفيدكم، إذا أقرا الوضعية تعد المخدرات الآفة التي غزت العالم، وهي من أخطر المواد التي يتعرض الإنسان لها في حياته، وتؤدي إلى الإدمان، ما يؤدي إلى هلاك في أعصاب المتعاطي وجسده، وعدم قدرة. على التوازن أو حتى أداء المهام اليومية بنجاح وتكمن خطورتها في فقدان متعاطيها عقله وأعصابه وهي سبب في موت الناس البطيء إن تأثير الإدمان وأثار تعاطي المخدرات لا تتوقف على الشخص نفسه فقط بل يؤثر ذلك سلبا على أفراد المجتمع كافة الذين يعيشون مع الشخص المدمن. فعصبيته الزائدة تؤثر على حياة حياته الأسرية مما يؤدي إلى التفكك الأسري ولجوء الأبناء إلى عالم الإجرام والسرقة والتسول وغيرها من الآفات الاجتماعية فإن الإدمان أو إدمان المخدرات يدمر المجتمع ينشر الفساد والبغضاء والكراهية كما يحول البيئة الاجتماعية إلى مستنقع يصعب تطهيره وكذلك تنظيفه ولكن التعافي من تعاطي المخدرات ليس امرا مستحيلا حيث يمكن للانسان الاقلاع عن تلك العاده المدمره من خلال مجموعه من الافعال والله في عون الانسان الذي يعز او يعزم على التغيير في حياته الى الافضل قال الله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه من سوره البقره الايه 95 أتمنى أن هذه الوضعية المتواضعة أفادتكم إلى وضعية أخرى إن شاء الله أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته